قولي انت بقى لما بتسمع مثلا اوكا وارتيجا اعمل لهم ايه؟ طيب حسبي الله ونعم الوكيل، والله ما اقول غير كده، حسبي الله ونعم الوكيل، اقسم بالله العظيم. يعني في الدنيا حد بيهدي حد يغني اغنيه كامله نص ساعه انت ما تفهميش منها كلمه؟ مايا كساب صاحبتي وبحبها. لا مايا كساب برضه من المطربات، اول ما جت من طنطا جت عليا وسمعتها وصديقه عزيزه. انا مش قصدي هذا اللون، هذا اللون يعني ينفع الاغنيه نص ساعه ما تفهميش كلمه منها يعني؟ بس مش بتحركك، ونفضل نعمل كده بالايدين وبتاع، بس مش بتحركك ايه الكلام ده؟ يعني بتحسك عايز تقوم ترقص او تهلل؟ هو ده الفن يعني؟ هو ده الفن يعني؟ ده اللي وصلنا له يعني؟ نوع ما ينفعش يكون ده نوع الفن. زي شكوكو، هقول لك فاكر شكوكو؟ شوف انا كنت هجيب لك الكلام ده بقى، بص بقى، بص الجديد بقى، كلام الكبير بقى. شكوكو اسماعيل ياسين مونولوجيست، قسما بالله بيغنوا من احسن مطرب. لا بس كانوا بيقولوا كلام جامد على فكره. ما انتش فاهماني، انا بتكلم على الصوت. الاثنين مغنيين جامدين قوي بجد، والله العظيم. اسماعيل ياسين ده كان بادئ مطرب في الاذاعه، والله العظيم. فانت بتتكلم على اسماعيل ياسين، المطرب يجنن صوته حلو اسماعيل ياسين. والله. وبعدين عارف ولا بيعرف يغني؟ اصلا بيعرف يغني ومؤدي شاطر جدا. لكن 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 انا جاي يا جماعه، ده احنا مصر يا جماعه، احنا اللي قدمنا عبد الحليم وام كلثوم. طب هيفا وهبي، هيفا مين؟ هيفا وهبي، نيكول سابا، مالهم ايه؟ تصنق يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل برضه. اصل ما مش ما ما هو نجيب محفوظ اخذ الجايزه ليه؟ نوبل؟ عارفه ليه؟ الإغراق في المحلية. على إيه؟ الإغراق في المحلية. يعني كتب عن ريحة مصر وريحة الحارة المصرية. وده اللي عمله سيد درويش. بوس الوابا مش عاجبك؟ أنت عاجبك؟ أزعل منك والله العظيم، وهقول لأحمد زاهر. يا استغفر الله العظيم من كل ذنب. اصل هو الفن لما يوصل للمرحله دي، هقول لك بصراحه بقى، هقول لك كدين، هقول لك كدين، لما نوصل للمرحله دي يبقى حرام. طب وهي لما الناس، لما نوصل للمرحله دي يبقى حرام، وهي لما الناس تعجب بده يبقى ايه؟ يبقى حرام وسمعه حرام. قصدي ما انا بقول لك بقى حرام ايه؟ دينيا يعني؟ دينيا الفن حلاله حلال وحرامه حرام. فانت لو خدت الفن ده وقلت كلام بثلاث تعريفه، انا اسف في الكلمه، يثير غرائز الناس، فانت رحت للحرمانيه. خدتي بكلام جميل ولا يوصف المراه او جسدها او شكلها.